كل عام وانت بخير حبيبتي. كل عام وانت بخير حبيبي. فيك تحزري شو جبت لك هديه؟ اكيد طقم الحلقه اللي شفناه من شهر على الواجهه وعجبني. تفضلي. الله يا سلام ما احلى. اسلموا هديات. وانت فيك تحزر شو جبت لك حبيبي؟ إذا ما خاب ظني الساعة اللي كان لابس مثلها ابن خالك ممدوح وعجبتني يومتها. تفضل. يا سلام فعلا حلوة، مو بس حلوة بتجنن. شفت شلون أفكارنا متطابقة. طب أنت مالك ملاحظة إنه أنا لابس لك الجرافي اللي بتحبيها؟ وأنت مالك ملاحظ إني لبست لك الطقم اللي بتحبه؟ يا ستي من 3 سنين مثل هاليوم تجوزنا، ومثل هالوقت كنت عم قصر بنطلوني عند الخياط، وانا كنت عم ساوي شعري عند الكوافير. فظاعه على الوقت، فظاعه على الوقت. 3 سنين مرقوا مثل لمح البصر. فعلا كانه امبارح. بتعرفي يا هنادي انا بعتبر حالي محظوظ لاني تجوزتك. وانا كمان محظوظه. على فكره نحن اكثر ثنائي محسودين بين رفقاتنا. طبعا لانه علاقتنا الزوجيه انجح علاقه باعتبارها مبنيه على الحب والتفاهم والاحترام المتبادل. على فكرة هذا هو سر نجاح علاقتنا الزوجية واستمرارها بهالقلق هاد 3 سنين. اسمعي هنادي، أنا مو حابب يكون يوم زواجنا احتفال روتيني عادي مثل ما بيحتفلوا فيه أي زوجين عاديين. وأنا كمان حابب يكون احتفالنا غير شكل. بس يا ترى بشو عم تفكر؟ أنا عم أقول إنه نخلي هاليوم هاد وقفة مراجعة مع الذات، لحظة مكاشفة، محطة صغيرة نستعرض فيها الماضي، نبحث عن أخطائنا، نحاول نصححها لحتى ننطلق من جديد بدون أي منغصات. موافقة، مع أني ما فهمت بالضبط شو قصدك. يعني نحن خلال المرحلة الماضية إلا ما نكون ارتكبنا بعض الأخطاء بحق بعضنا. لا تقولي ارتكبنا أخطاء، بشر نحن مو ملائكة، والكمال لله وحده عز وجل. وأكيد كل طرف منا إلا ما يكون حاطط شيء بقلبه تجاه الطرف الثاني. إلا ما يحط الواحد بقلبه. لا تقولي بشر نحنا منحط بقلبنا. صحيح. ولهالشي هاد حابب اليوم نفتح قلبنا لبعض، وكل واحد منا يحاول ينبه التاني لبعض الأمور يلي معاجبته فيه أو بعض المواقف يلي عم تزعجه منه. ما في مانع، معقول كتير هالحكي، بس يا ترى مين بده يبدأ؟ مو مشكلة، منعمل قرعة. قومي هلأ لقلك مناكلنا لقمتين ومنكفي سهرتنا بجنينة، شو رأيك حبيبتي؟ ايه هنادي، القرعة اجت لمصلحتك، احكي. صدقني خجلاني ما بعرف شو بدي ابدا. ايه ما بدها خجل هنادي، شو بنا بعدين. ارجوكي ما بدي لا مقدمات ولا مؤخرات، خلاص قولي لي انت غلطت هون، عيبك كذا، وقوي قلبك ولا تخافي، لانه لما رح يجي دوري ما رح ارحمك ابدا. ها عظيم. شوف حبيبي توفيق، صحيح انت دبلوماسي ولبق ومهذب، بس أحياناً ها بتخونك دبلوماسيتك فجأة وبتتلاشى لباقتك وبتمحل تهذيبك لأبعد حدود وبتتحول فجأة لإنسان جلف وغير عصري، يعني بتدش كل كلمة لا بتنزل لا بميزان ولا بقبان. أنا؟ إيه أنت ليش مستغرب؟ شوف توفيق، إذا رح تزعل بلا ما كفي. لا حبيبتي ليش الإزعال؟ هذا نقد، نقد بناء، يعني ما بزعل منوب، بس يعني يا ريت تدعمي حكيك ببعض الأمثلة لحتى أعرف أحكم منيح. على عيني. مثلا مرة كنا معزومين على الغداء ببيت خالك ونحن قاعدين على السفرة، قال يعني حبيت تخفف دمك وتمزح معي، قمت شو قلت لي؟ حاجة تاكلي حبيبتي؟ أشوفي حالك شلون رايحة بالعرض؟ شوية تانية راح تفصلي 2 مثلي. يعني كانت مزحة غليظة. لطيف شو انسلق بدني، يعني تمنيت الأرض تنشق وتبلعني. تذكرت؟ ومرة شو قلت لي قدام رفقاتك؟ قال يعني كمان كنت عم تنكت وتمزح. بتعرفي يا هنادي، يمكن لو ما تجوزتك كنت عنستي وما عدتي لقيتي حدا ياخدك. يعني كانت راحت عليك يا مسكينة. لا وخصوصي انك قطعتي 30. بس الله بيحبك يلي بعت لك الزوج المنقذ بالوقت المناسب. وقعدوا يوم رفقاتك يضحكوا كأنه حدا عم يكركرون، وانت مبسوط على الآخر عم يضحكوا على مرتك وحضرتك فرحان ولا على بالك. ولما رحنا رحلة على بصرة مع رفقاتنا
قال يعني قعدت تدللني قدام الناس، وعواض ما تناديني هنادي صرت تناديلي هندومة، مع اني 100 مرة قلت لك ما بحب تدلعني وتناديلي هندومة، وانا يوميتها تزرزع بدني كله، وانا انكشك اغمزك وانت مو هون ابدا، وكل دقيقة والتانية شو تقلي؟ تعي هندومة، روحي هندومة، شو تاكلي هندومة، شو تشربي هندومة؟ يبقى لا تقلي، دجاتك وصفة ومسحاتك دواء. انا اسف كثير حبيب، والله معك حق، صدقيني ما كنت منتبه انه مزحي عم يزعجك لهالدرجة. ايه بس هذا مو مزح، يعني الناس اللي بتسمعه ما بتظنه مزح. خلص هنادي معك حق، بوعدك اني زين كلامي معك وما حاول اغلط بحقك. غيره في شي كمان؟ بس خايفة تزعل. لا حبيبتي ولو شو ازعل، العتب صابون القلوب بيجليها جلي، احكي ولا يهمك ولو. صحيح انت احوالك المادية الحمد لله ماشي حالة، وصحيح انه مو بعينك المصاري ابدا ونفسك سمحة، بس بتتباخل احيانا، يعني منين تجيك نوبات الكحتنة ما بعرف. انا بخيل وكحتة؟ عم اقلك مو دائما، يعني هالشي مو طبع من طباعك ولا سجية من سجاياك، يعني شغلة عارضة مو اكتر. تذكر مرة لما رحنا على الزبداني مع اختي وجوزها بسيارتهم وتغدينا هنيك؟ ايه صحيح، كانت سيارتنا معطلة وقتها. برأيك يوما مين كان لازم يدفع حساب الغداء؟ ما بعرف، مين كان لازم يدفع يعني؟ انت طبعا، هيك الذوق واللباقة بيقولوا، منه لانه الجماعة قدموا لنا سيارتهم عن طيب خاطر، ومنه لانه نحن كنا اكثر منهم باعتبار امك كانت موجودة معنا. ليش يوما مين دفع؟ انا ولا جوز اختك؟ يلا، عمل حالك مو متذكر، نسيت لما جاب الجرسون ورقة الحساب شو عملت؟ شو عملت؟ مديت ايدك على جيبتك، قال يعني بدك طالع جزدانك، قصيت ايدك بهالجيبه وما كانت تطلع هيك، لحتى جوز اختي اخذ ورقه الحساب وحاسب على الغدا. ما بعرف شو صار لك وقتها، لك بخشيش للجراسين ما تنازلت تدفع. لا تزعل، انا عم اقول لك مو من شان شيء، بس لاني ما بحب جوز اختي يحط علينا هيك وحده. هو بصراحه انا كنت ناوي ادفع، بس ما كنت حامل معي مصاري زياده. لا وجوز اختك ما شاء الله كان حوله، ما خلى شيء ما نزله على الطاوله، خزيت العين عنه شو مكرش وبيحب بطنه، فقلت لحالي يا ولد لا تحرج حالك لانه اكيد المصاري ما رح يكفوا. هي مو حجه، لانه لو نكشتني من تحت الطاوله كنت اعطيتك مصاري، وانت بتعرف انه معي مصاري، بس انت درت طيلسه مثل ما طيلست يوم رحنا على البحر السنه الماضيه وحجزت لنا شاليه مشرشح باخر معمر الله وبعيد عن البحر كيلومتر، كل ناموسه فيها هالقد قدها. بقى لا تقلي بتتباخل احيانا. لكن يوم عيد ميلادي الماضي تمرق لي اياه ببلوزه مشرشحه وحلت الوانها كلها من اول غسله. معك حق، هو ممكن يكون احيانا يعني معصوص شوي او ما في معي سيوله كافيه، فبضطر اني شد الحزام واتبع سياسه التقنين وترشيد الاستهلاك، بس هي عند الأزمات العارضة حبيبتي ولو مو دائما. على كل حال بوعدك إني غير هالسياسة من اليوم، وإذا بتحبي تستلمي مصروف البيت ما عندي مانع. لا أنا ما عم أقول لك هالحكي مشان استلم مصروف البيت. إذا مو مشكلة شو اللي بدك تحكي كمان؟ أكيد ما رح تزعل. لا ما رح أزعل ولو حبيبتي، لو بدي أزعل كنت زعلت. بالعكس أنا مبسوط كتير لجلسة المصارحة هاي. احكي حبيبتي احكي ولو العتب صابون القلوب بيجليها جلي، احكي ولا يهمك. شوف توفيق، صحيح أنت منظم بعملك ودقيق بمواعيدك، بس أحياناً بتكون بصلتك محروقة وهالشي عم يضايقني. أنا بصلتي محروقة؟ إيه إيه أنت لا تستغرب، يعني بتنعجق أحياناً وكأنه حدا لحقك بعصاية وبدك الشغلة تصير بساعة الساعة. مثلاً إذا بدنا نطلع من البيت يا ويلي إذا تأخرت، وإذا بدنا نستقبل الضيوف يا ويلي إذا قصرت، وإذا نزلنا على السوق يا ويلي إذا فاصلت. لك إذا عم بحكي لك شي قصة يا ويلي إذا مطمطت. هلأ أنا هيك؟ إيه إيه أنت لا تستغرب، لأنه الواحد ما بيحس على حاله، يعني وقت بدنا نروح شي مشوار بدك كل اللي أوعيك شلون من كان، وبتوقف تزن فوق راسي حتى استعجل. يا أخي إذا أنت ما بيهمك نفسك وبتهرجل حالك وما بتهتم بمظهرك كما يجب، تركني أنا أخذ وقتي ورا المراية، لأنه أنا ما بقدر أطلع من البيت إلا إذا كنت جاهزة على 24 إيراط. أنا مالي مثلك بدك أوعي وبهرجل حالي وبركض بمشي. أنا مهرجل. هلأ المهم بتتذكر لما كنا عازمين المدير العام على العشاء برا؟ ايه بتذكر. يومها نزلت انت قبلي على السياره وبلشت تزمير مثل الاولاد الصغار، وعملت لي منفض مرتب بالشارع كله لاني تاخرت عليك 3/4 ساعه. بس يا حبيبتي يومها كنا عازمين المدير العام على المطعم، وما كانت حلوه ابدا يوصل قبلنا، وانت شفتي بعينك شلون قلب خلقته كل السهره لانه وصل قبلنا ب5 دقائق. ايه بس لا تنسى كمان انك انت اعطيته موعد بدون ما تشاورني،
يعني بركي أنا كنت مشغولة ومالي فاضية، شلون تعطي موعد؟ بهي معك حق، كان المفروض أسألك أنا. غيره في شي تاني بدك تحكيه؟ لا، بالوقت الحاضر يعني ما في شي بذهني، بس أوعى تكون زعلت مني أو أخذت على خاطرك توفيق. لا روحي بالعكس، كتير مبسوط أنا لأنك لفتي نظري على كم شغلة كانت رايحة عن بالي. وبوعدك من اليوم ورايح عدل سلوكي وصحح مساري وما دج معك بالحكي ولا اتغارز عليك بالمزاح وافرد ايدي على الاخر وما اتباخل وما عاد ناديلك هندومة بحياتي وما عاد اخذك السياحة الا اذا كان مستواها من 3 نجوم وطالع وما عاد اعطي موعد لحدا قبل ما شاورك ورح اصير رتب حالي واعتني بمظهري وما انعجق فوق راسك ولازم مرك بالسيارة من تحت. حلو هالكلام؟ في شي لسه حبيبتي؟ لا حبيبي ما في شي، وفعلا توفيق إذا بتعمل كل هالشغلات بتكون أحسن زوج بالعالم. وانتي كمان حبيبتي أحسن زوجة بالعالم، ولو إنه يعني في إلي هيك بعض الملاحظات الصغيرة عليكي. إيه حبيبي تفضل احكي، إجا دوري لحتى أسمعك. قلي شو شايف مني شغلات مو عاجبتك؟ الحقيقة يلي بدي أقوله ملاحظات صغيرة كتير ومو مستاهل الواحد يحكي فيها، بس أنا قلت لحالي منعالجها من هلأ قبل ما تكبر وتتطور. مثل شو هالملاحظات؟ بس بدون زعلها. ولو العتب صابون القلوب يا روحي. قولي حبيبي قول ما رح أزعل. شوفي حبيبتي، يعني صحيح أنت مزوقة كتير وحساسة ومتواضعة وتفكيرك عملي، بس أحياناً أنا بحس إنك بتميلي شوي للبهورة والمنفخة. أنا بتبهور؟ أحياناً، مو دائماً. لا يا توفيق، هي ما توقعتها منك أبداً. هي نظرتك إلي؟ هذا رأيك فيني؟ لك طولي بالك حبيبتي، ليش انفعلتي؟ ليش عاد فيني بال طوله؟ قال شو؟ أنا بتمنفخ وبتبهور؟ لا، هي ما بسمح لك فيها أبداً. لو كان هالحكي صحيح ما كنت قبلت اتجوزك من دون حفلة عرس بأوتيل معتبر أو حتى بصالة على القليلة، وما كنت قبلت بهالكم أسوارة يلي ضحكت على العائلة فيهم وبأوضة هالنوم المشرشحة اللي جبت لي إياها. ولك يا حبيبتي روقي، هدي أعصابك، مو هيك اتفقنا؟ لو كنت عن جد بتبهور كنت نكتك الخمير والفطير وحطتك ما فوقك وتحتك، بس يا حسرة علي بعد كل هالتضحيات اللي قدمتها مشانك وكل هالتنازلات اللي تنازلت لك عنها ما بين معك، بس هيك الرجال دائما ما لهم امان ابدا. هناتي حبيبتي العمى ضربك، روقي شوي، شو صار لك؟ بدله بيضه يلي كل العرايس بتلبسها ما لبست، ولساتها لهلا هالقصه حرقه بقلبي. كل ما بشوف عروس لابسه بدله بيضه هيك بعص قلبي وبغص وبتكرج الدمعه من عيني. ولك تضرب هديك الساعه تضرب، العمى شو كان معمي على قلبي؟ رحت تركت التاجر ناصر ولحقتك. ندماني على التاجر ناصر؟ على القليلة هداك كان متقلني بالذهب. قال شو؟ تركته لأني بحبك، إن شاء الله تحبني حية بسبع روس ما أحمرني. رحت رفست النعمة برجلي ولحقت الشقة والتعتير والقلة والبهدلة، وآخر كل هالشي ما بين معك، طلعت شو؟ بحب اتبهور واتمنفخ. ولك هنادي حبيبتي ما بصير هيك، لسه ما حكيت شي، شو بكي؟ كل هالحكي ولسه ما حكيت؟ لكن لو حكيت شو بدك تقول عني؟ ما بقى غير تسبني وتسب أهلي، مو بعيدة تقوم تضربني وتبهدلني كمان. أنا؟ على كل حال ما في داعي لكل هالحكي، الحمد لله كل شي انكشف وبان، ما في ضرورة للشرح. لوين رايحة؟ على بيت أهلي. شو يعني بدك تحردي؟ فشلت عينك. أنا ما بحرد، أنا طالعة من هالبيت طالعة بلا رجعة. شو يعني؟
يعني خلي فيك شوية ذوق واستحي على دمك وبعت لي ورقة الطلاق أسرع وقت، فهمان؟ بعدك روح عني.